ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. مرحبا بك أستاذ مصطفى. يعني نسبة المشاركة المعلنة تختلف كثيرا عن ما يؤكد عليه أو يؤكده المراقبون، يعني هناك اختلاف. ما مدى صحة النسب المعلنة رسميا أستاذ مصطفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. أهلا بك. بصرف النظر عن صحة الأرقام المعلنة هنا وهناك، وهذا بالتأكيد يكشف عن تلاعب وتزوير وحرص على تغيير النتائج، لكن الأهم في نظري هو أن 10 ملايين من بين 24 مليون مواطن يحق لهم التصويت هم فقط من تسلم البطاقات الانتخابية، وأن عدد المشاركين حتى باعتراف الحكومة الحالية أنها كانوا عدد المشاركين كان بحدود 44%. هذه النسبة جعلت أن لا أحد من أقطاب العملية السياسية الاحتلالية يتحدث الآن عن عرس ديمقراطي كما كانوا يسمونه في سنوات سابقة. الآن الكل يتحدث عن العزوف وعن المقاطعة الشاملة، وهذا يعبر عن إحباط من جهة، ومن جهة أخرى نجاح حملة المقاطعة التي يعني أعلنها شعب العراق، وهي تؤكد أن هذه المقاطعة ليست فردية وليست فئوية، سواء كانت هذه الفئوية طائفية أو سياسية أو عرقية، وإنما هي مطالب وطنية شعبية شاملة. يعني هذا الضعف في الإقبال من الناخبين، ما أسبابه؟ هل هناك أسباب أخرى غير المتعارف عليها؟ الأسباب كثيرة، في أهمها فشل هذا المشروع السياسي الاحتلالي وعدم يعني تقديم هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي تسلطت على رقاب العراقيين واستولت على العراق، عدم تقديمهم لما يمكن أن يشفع لهم عند المواطن العراقي لينتخبهم مرة أخرى. الأهم في تقديري أن هذا الرفض الكامل هو ليس لعملية انتخابية محدودة، وإنما هو رفض كامل لمشروع الاحتلال أصلا، الذي هو المشروع السياسي الاحتلالي أصلا. هذا هو الأهم. الآن لم يعد أيضا يعني الآن لا يمكن لأحد من أقطاب العملية السياسية الاحتلالية الادعاء بشرعية الحكومة. المقاطعة جاءت أيضا بأعلى نسب من جنوب العراق، وهذا يؤكد الحرص الوطني والانتماء الوطني لشعب العراق. هذا هو الأهم. لعل يعني ما يعني يرى البعض أن طبقة الشباب هي طبقة الأكثر تأثيرا في كل المجتمعات وكل الدول، يعني إلى أي مدى ترى أن يعني طبقة الشباب في العراق التي كان لها نشاط كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي في إسقاط العملية الانتخابية، إلى أي مدى كان تأثيرها فاعلا بحيث أسهم في عزوف الكثير عن المشاركة في الانتخابات؟ الآن الجميع يتحدث عن هذا العزوف وعن نجاح المقاطعة التي قلنا أنها ليست فردية بل شاملة، ليست فئوية بل وطنية، وبالتالي فالشباب الذين كانوا يعني في رأس من تصدى أو في طليعة من تصدى لحملة المقاطعة الشاملة الوطنية هم بالتأكيد الأقدر على التغيير والأقدر على النجاح هذه المهمة الوطنية الكبيرة. هم يعني نجحوا في أول خطواتها وأهمها، وهي الرفض والمقاطعة، وعليهم أن يستمروا بنشاطهم إلى حد إسقاط هذا المشروع. طيب أستاذ مصطفى، البعض يقول بأنه لا فائدة من مقاومة هؤلاء حسب ما يصفونهم بالفاسدين، وذلك لأن طيلة سنوات هم لديهم استحوذوا على المال واستحوذوا على السلاح، فبالتالي بحسب مراقبين الفاسدين الآن يتحكمون بالمشهد مهما كانت النتائج. يعني إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ حتى لو تحكم الفاسدون بالمشهد، وهذا صحيح إلى حد ما، فإن قوى التغيير قادرة على التغيير لو أرادت فعلا. الأمر الآن شامل كما قلنا، ويعني على قطاعات عريضة وفي مناطق جغرافية كبيرة، هناك رفض قاطع في شمال العراق، هناك في جنوب العراق، في وسط العراق، وبالتالي
التغيير ممكن، والشباب الذين قاموا بذلك بإمكانهم أن يستمروا في حملتهم بمساندة القوى الوطنية الرافضة للاحتلال التي الآن يتوجب عليها أن تلتئم في مؤتمر وطني يسفر عن ميثاق وطني حقيقي للبدء بمشروع حقيقي أيضا على الأرض. هذا المشروع هو الذي يمكن أن يسفر عن حكومة انقاذ وطني أو أي جهد آخر تتفق عليه هذه القوى الرافضة للاحتلال. الدور الشباب في هذا المجال أساسي في التغيير. الشباب هم صناع المستقبل لأنهم ملاكه وأصحابه بالحقيقة. من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك.